مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في أخبار السادسة تأتيكم من مركز الأخبار في قنوات أبو ظبي، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا زلزال لودينغ الذي ضرب جنوب غرب البلاد. في خضم توتر دبلوماسي مع الغرب، بوتين يوقع وثيقة تقر عقيدة جديدة للسياسة الخارجية الروسية. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة الرئيس تشي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له محافظة لودينغ في مقاطعة سيتشوان في جنوب غربي الصين، حيث بلغت شدته 6 درجات وثمانية أعشار الدرجة على مقياس ريختر، وأسفر عن عدد من الوفيات، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيس تشي جين بينغ. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك مسواتي الثالث. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي كليوباس سيفو دالميني رئيس وزراء مملكة إسواتيني. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي أنالينا بيروباك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتنميتها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. كما ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها التكامل الاقتصادي والتعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الألمانية وما تشهده من نمو على الصعد كافة، مع حرص دولة الإمارات بدعم ورعاية من قيادتها الرشيدة على تطوير آفاق التعاون الثنائي بمختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما. دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن قتلى وجرحى، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية بحسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد هذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها حكومة روسيا الاتحادية وشعبها الصديق والشعب الأفغاني الصديق وأهالي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وبالانتقال إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث قال حاكم مدينة خاركيف اليوم أن 3 أشخاص لقوا حتفهم جراء إطلاق صواريخ على المنطقة أمس، بينهم امرأة مسنة توفيت الليلة الماضية. وتعد خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، تقع بالقرب من الحدود الروسية وتتعرض لقصف مستمر منذ العملية العسكرية الروسية. هذا وصدر تحذير من ضربات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا صباح اليوم، كما أفادت السلطات بوجود انفجارات في منطقة دنيبرو بتروفسك.
من جانبه قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن انقطاعا جديدا للتيار الكهربائي بين محطة زاباروجيا للطاقة النووية وشبكة الوطنية وضع المحطة للمرة الثانية على بعد خطوة من كارثة إشعاعية، ملقيا باللوم على تجدد القصف الروسي. وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف المحطة، وهي أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا. وفي الشأن الروسي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بالموافقة على عقيدة جديدة للسياسة الخارجية الروسية تنص على ضرورة حماية روسيا تقاليد العالم الروسي ومثله وضمان سلامتها والنهوض بها. تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب أمر سعت له أوكرانيا بعد العملية العسكرية الروسية على أرضها، وهو ما حذرت موسكو من تداعياته التي ستؤدي إلى انهيار العلاقات الروسية الأمريكية بشكل كامل إن وقع. واليوم تنفيه واشنطن بعد تصريح الرئيس جو بايدن علنا بأنه لا ينبغي تصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب. من جهة أخرى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسوما بالموافقة على عقيدة جديدة للسياسة الخارجية تقوم على مفهوم العالم الروسي. بوتين دأب منذ سنوات على تسليط الضوء على ما يصفه بمصير مأساوي لنحو 25 مليون شخص من أصل روسي وجدوا أنفسهم يعيشون خارج روسيا في دول مستقلة، وذلك بعد الاتحاد السوفيتي، وهو الحدث الذي وصفه بوتين بالكارثة الجيوسياسية. الوثيقة التي وقع عليها بوتين تتألف من 31 صفحة، وأبرز ما جاء فيها تحت عنوان السياسة الإنسانية: ينبغي لروسيا حماية تقاليد ومثل العالم الروسي وضمان سلامتها والنهوض بها، دعم الكيانات الانفصالية المؤيدة لروسيا شرقي البلاد في صلب السياسة الخارجية الرسمية للدولة. روسيا الاتحادية تقدم الدعم لمواطنيها الذين يعيشون في الخارج لنيل حقوقهم والحفاظ على هويتهم الثقافية الروسية. تعزيز صورة روسيا على المسرح الدولي كدولة ديمقراطية تسعى جاهدة لخلق عالم متعدد الأقطاب. يتعين على روسيا زيادة التعاون مع الدول السلافية والصين والهند بجانب تقوية علاقاتها مع الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. تعزيز العلاقات مع أبخازيا وأوسيتيا، وهما منطقتان في جورجيا اعترفت موسكو باستقلالهما. تعزيز العلاقات مع جمهوريتي دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. وبينما يرى محللون بأن هدف الوثيقة الروسية الجديدة هو تكريس أفكار سياسية ودينية لتبرير التحركات الروسية في أوكرانيا، إلا أن موسكو تواصل اعتبار دول الاتحاد السوفيتي السابق من البلطيق إلى آسيا الوسطى على أنها مجال نفوذها الشرعي. رشتنا متواصلة وفيها بعد قليل. مع تسلم ليز تراس رئاسة الوزراء، الكريملين يشير إلى أمال روسيا في ألا تزداد العلاقة مع بريطانيا سوءا. إلى دبي مركز المال والأعمال. توسعنا لنقدم لكم الأفضل. IDB البنك العراقي الأول اللي يحصل على ترخيص في دولة الإمارات العربية المتحدة إمارة دبي. سوف يكون مصرف التنمية الدولي بوابة عبور دول مجلس التعاون الخليجي والعالم إلى العراق لتسهيل عمليات التمويل التجاري. احترافية عالية في إدارة الخدمات المصرفية، وهذه قيمة إضافية يتميز بها بنك التنمية الدولي في دبي. معا لتحقيق توأم اقتصادية بين البلدين.
بكم مشاهدينا من جديد. قبل مواصلة هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا زلزال لودينغ الذي ضرب جنوب غرب البلاد. في خضم توتر دبلوماسي مع الغرب، بوتين يوقع على وثيقة تقر عقيدة جديدة للسياسة الخارجية الروسية. أهلا بكم من جديد. أكد الكرملين اليوم أن روسيا لا تتوقع أي تغييرات في علاقاتها الفاترة مع بريطانيا في عهد رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم أن ليز تراس أدلت بتصريحات معادية تماما لروسيا، ومع ذلك تأمل موسكو في ألا تزداد العلاقة مع لندن سوءا. وأضاف أن الوضع الحالي يمكن تقييمه من خلال تصريحات تراس التي أدلت بها في أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية وحملتها لتصبح زعيمة حزب المحافظين. دعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى تحديد المسؤولين عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وذلك بعد إقرار الجيش الإسرائيلي بأن هناك احتمالا كبيرا بأن يكون أحد جنوده قد أطلق خطأ الرصاصات التي قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية في مايو الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس إن بلاده ترحب بالتحقيق الإسرائيلي في هذا الحادث المأساوي، مشددا على أهمية تحديد المسؤولين في هذه الحالة. في اليمن قتل 21 جنديا حكوميا يمنيا وستة من تنظيم القاعدة الإرهابي في هجوم استهدف موقعا أمنيا في محافظة أبين جنوب اليمن. وقال مسؤولون أمنيون إن ستة من العناصر المتطرفة قتلوا في اشتباكات استمرت 3 ساعات، كما جرح وأسر عدد منهم. قال بيان أمني أن هجوم تنظيم القاعدة الإرهابي جاء في إطار حملة عسكرية ضخمة أطلقتها القوات الجنوبية قبل أيام لمكافحة الإرهاب الذي انتشر في مناطق أبين ومديرياتها. وفي أخبار أخرى، وقع زلزالان اليوم في أفغانستان، وبحسب المسؤولين فإن أحدهما تسبب بستة قتلى في شمال البلاد وشرقها. قال المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث إن الزلزال الذي وقع في وقت مبكر من الصباح في إقليم كونار الواقع في شمال شرق أفغانستان أصاب 9 أشخاص آخرين. وقد سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالا شدته 4 درجات وثلاثة أعشار الدرجة في المنطقة. هذه النشرة متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل في أخبار الاقتصاد. انطلاق أعمال منتدى الأعمال المشتركة بين بورصة تل أبيب وسوق أبو ظبي العالمية. البدايات نسجوا بقصصهم تراثا وحضارات عاشت وما زالت تلهمنا جيلا بعد جيل. توحدت أهدافهم في عشق الإمارات. لا خلينا منكم، الموسم الثاني الليلة 9:30 مساء على قناة الإمارات. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا من جديد. نتحول الآن إلى المحطة الاقتصادية، يسحبنا فيها الزميل مكتوم محمد. مساء الخير مكتوم. مساء النور ميرنا، ومشاهدينا نتابع أخبار الاقتصاد بعد لحظات.
أهلا بكم. انطلقت في تل أبيب فعاليات منتدى الأعمال المشتركة بتنظيم كل من بورصة تل أبيب وسوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في إسرائيل، والذي يضم عددا من أبرز الكيانات الاقتصادية في إمارة أبوظبي، حيث بحثت تلك المؤسسات الاقتصادية الرائدة مع نظرائها من الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية الإسرائيلية، بحثت استكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفع العلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي. وشهدت فعاليات المنتدى لوفد أعمال أبوظبي توقيع 3 مذكرات تفاهم مهمة تعزز الشراكات الوثيقة والواسعة بين كلا السوقين الماليين. ومزيد من التفاصيل حول فعاليات منتدى الأعمال المشتركة مع الزميل حامد رعاب، موفد قنوات أبوظبي إلى تل أبيب. نعم، من تل أبيب انطلقت اليوم أعمال وفعاليات الزيارة الأولى لوفد أعمال من العاصمة أبوظبي إلى تل أبيب، يعد الأكبر من نوعه بمشاركة واسعة من العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وبتنظيم من سوق أبوظبي العالمي وسفارة الدولة في تل أبيب، وشهدت العديد من الاتفاقيات والشراكات وغيرها مما يعزز التعاون بين البلدين. وحول هذه الزيارة وأهميتها يسعدنا أن ينضم معنا في هذه اللحظات سعادة محمد الخاجة سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل. رحب فيك سعادتك اليوم، وأهمية هذه الزيارة اليوم اللي نظمها سوق أبوظبي العالمي هنا في تل أبيب للأوراق المالية. مشكور بزايد على زيارتكم لنا هنا في السفارة. الله يسلمك. نحن من بداية العلاقة حجم التجارة بيننا وبين دولة إسرائيل وصلت قرابة مليارين دولار، في ارتفاع 500% من حجم التجارة من العام إلى السنة هذه. متوقعين أن خلال إن شاء الله 3-5 سنوات الجاية تكون دولة الإمارات من شركاء تجاريين رئيسيين لدولة إسرائيل. طبعا اليوم عندنا قرابة 80 رحلة أسبوعية بيننا وبين دولة إسرائيل، وفي الحمد لله والشكر في حركة تجارية ضخمة صايرة، استثمارات بين الطرفين. واليوم هذا الحدث من كثير من الزيارات أو الفعاليات اللي صارت خلال السنة ونص اللي بدينا فيها العلاقة هني رسميا من السفارة. فإن شاء الله أنا متوقع أن الاستثمارات وحجم التجارة تزيد، واليوم عندنا أكثر من 40 ممثل من شركات مختلفة من إمارة أبوظبي. شفنا خلال الأشهر اللي طافت أيضا كثير من الشركات الإماراتية اللي تزور، وكثير من الفعاليات قاعدة تصير أيضا في دولة الإمارات بمشاركة شركات إسرائيلية. كل شكر لك على هذه المعلومات وهذه الأرقام. إذن مشاهدينا، نمو في التبادل التجاري وكذلك عدد الرحلات وغيرها مما يفتح في أفاق وفرص واعدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وعودة للزملاء. كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 399 مليار و300 مليون درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 395 مليار ونصف المليار درهم في نهاية الربع الأول من 2022. وأضاف المصرف المركزي في تقرير التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في الدولة الصادر اليوم أن رأس مال واحتياطيات البنوك زاد على أساس سنوي بنسبة 3.18% مقابل 384 مليار ونصف المليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الماضي. كشفت مبادلة للبترول شركة الطاقة الدولية التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها عن علامتها التجارية الجديدة مبادلة للطاقة،
وتعكس هذه العلامة التجارية التوجه الاستراتيجي الجديد والذي سيشهد قيام شركة مبادلة للطاقة بتعزيز إسهاماتها في مجال تحول الطاقة من خلال توسيع محفظتها التي تركز على الغاز الطبيعي لتشمل الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب التوسع نحو قطاعات الطاقة الجديدة منخفضة الانبعاثات مثل الهيدروجين الأزرق والتقاط الكربون، إضافة إلى التركيز الاستراتيجي على تقليل الانبعاثات الناتجة من عملياتها ودفع عجلة الابتكار والتكنولوجيا في جميع العمليات التشغيلية. الآن مشاهدينا استعراض لإغلاق أسواق المال الإماراتية في جلسة اليوم، حيث أغلق المؤشران على تباين. مؤشر سوق العاصمة أبو ظبي متراجع ب 20% مغلقا عند مستوى 9662 نقطة. مؤشر سوق دبي مرتفع ب 1.25% والإغلاق عند مستوى 3396 نقطة. بالنسبة لحجم وقيم التداول في سوق العاصمة أبو ظبي، الأحجام فاقت 181 مليون سهم بقيمة تجاوزت المليار و 339 مليون درهم. أما في سوق دبي كان حجم التبادل عند أكثر من 73 مليون سهم بقيمة وصلت لأكثر من ربع مليار درهم. أعلنت كل من مجموعة دوكاب والاتحاد للماء والكهرباء عن إبرام شراكة جديدة تجمعهما بهدف تعزيز شبكة نقل الطاقة الكهربائية في الدولة. ومن خلال هذه الشراكة ستنفذ دوكاب خطوط نقل عالية الجهد بقدرة 132 كيلو فولت للربط بين بعض المحطات التابعة للاتحاد للماء والكهرباء في عدد من المناطق، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع خلال العام المقبل 2023. إذن ختام أخبار الاقتصاد، شكرا على المتابعة، والآن أعود إلى الزميلة ميرنا. شكرا لك مكتوم. مشاهدينا قبل الختام نستعرض هذا التقرير من العاصمة الأردنية، حيث تتواصل فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في العاصمة الأردنية بنسخته 21، ويستمر هذا المعرض حتى 10 من الشهر الجاري، كما يتميز بالبرامج التفاعلية التي أقيمت مع الزوار من خلال إقامة الأمسيات الشعرية والأدبية. نتابع. بمشاركة أكثر من 400 دار نشر و100 الأدباء والمثقفين يمثلون 20 دولة عربية وأجنبية، انطلق في العاصمة الأردنية معرض عمان الدولي للكتاب بنسخته 21. معرض الكتاب الذي اختار دولة الكويت ضيف شرف لهذا العام سيشمل مجموعة من الأمسيات الفنية والشعرية والموسيقية ومعارض للصور بحضور ممثلين عن مختلف الدول المشاركة. نستمر برسالة الوطن الأردني من خلال علاقاتنا الحميمة مع العالم العربي، هذا الوجود، الكويت ضيف شرف، الإمارات العربية المتحدة موجودة، المملكة العربية السعودية موجودة. اليوم المشاركات هذه تعزز التواصل الثقافي حتى نثري الذات ونثري أن تواصلنا مع الآخر من خلال الكتاب. الحضور الإماراتي كان مميزا منذ اليوم الأول للمعرض بمشاركة جمعية الناشرين الإماراتيين التي مثلت عشرات الشعراء والأدباء والكتاب ودور النشر من مختلف مناطق الدولة. الناشر الإماراتي حريص على تقديم الثقافة العربية بشكل راقي ومميز، وأيضا التسويق لها في معارض متميزة مثل معرض عمان، وأيضا نحن دورنا في جمعية الناشرين أن نساند في تمكين الناشر الإماراتي للتسويق لهذه الثقافة وعرضها بصورة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات. لن تقتصر فعاليات المعرض الذي حمل شعار القدس عاصمة فلسطين على عرض الكتب وإقامة الأمسيات الشعرية والأدبية، بل سيمثل هذا المعرض وفق اتحاد الناشرين الأردنيين المنظم له فرصة مهمة لالتقاء أطراف صناعة النشر عربيا ودوليا. حتى 10 من الشهر الجاري يمكن لزوار معرض عمان الدولي الإبحار بين مئات آلاف صفحات الكتب والمجلدات العلمية والأدبية والفنية والتشويقية أيضا. من عمان لقنوات أبو ظبي، حازم الخطيب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، شكرا على حسن المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.